رجعنا لحضراتكم مرة تانية، والحقيقة جو الاستوديو جميل وفريش وكله ضحك، وخصوصا الضيفة اللي معانا اللي منورانا دمها خفيف وهتستفيدوا منها جدا. خلونا نقول ان احنا هنتكلم طبعا ان في ظل التغيرات التكنولوجية الكبيرة حوالينا، بقى التسويق الالكتروني يعني خلينا نقول انه جزء اساسي من حياتنا لنجاح اي بزنس. اي حد لازم يسوق لنفسه الكترونيا على السوشيال ميديا، كمان بقى وسيله سريعه جدا وفعاله للوصول للعملاء اللي هو انا يعني، وتحقيق ارباح طبعا ضخمه جدا من غير ما نحتاج نفتح محل او نوصل لمكان معين، كله اونلاين، اشتري اللي انت عايزه ببساطه. التسويق الالكتروني بقى بيفتح مجالات كتيره جدا للشركات الكبيره والناشئه لسه جديد، وحتى الافراد اللي حابين هم يبداوا مشاريعهم في عصر السرعه الجباره اللي احنا بنعيشه دلوقتي. بقى التسويق الالكتروني هو العمود الفقري لاي نجاح تجاري. يعني لو عايز دلوقتي تبيع التيشيرت اللي انت لابسه ده اونلاين، بس طولت هوا ممكن احطه لك في مزاد لو عايز. فعلا زي ما قالت نهايه، خاصه مع وجود منصات زي فيسبوك وانستجرام وتويتر وكمان الادوات الاعلانيه المتقدمه اللي بتوفرها جوجل، الشركات بتقدر توصل لملايين العملاء في دقائق معدوده. ده معناه انه بقى في فرصه كبيره لاي حد، سواء شركه كبيره او ناشئه او حتى فرد بيبدا مشروعه من البيت، انه يحقق نجاح ملحوظ وكمان يطور نفسه. النهارده معانا بقى المهندسة إنجي مصطفى، محاضر ومدرب في التسويق الإلكتروني، واللي تشرح لنا أكتر عن مميزات التسويق الإلكتروني وإزاي نبدأ فيها. بنرحب بيك يا باشمهندسة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك مهندسة ومحاضرة معانا في صباح البلد. أهلا بيك يا إنجي، وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معانا. ميرسي. أنا عاوزين بقى نستغل وجودك ده عشان نعرف إيه أهمية التسويق الإلكتروني. هل أنا لو أنا عندي براند نيم، عندي محل، عندي، هل برضو ضروري إن أنا أتجه للتسويق الإلكتروني، ولا ده خاص بس بالناس اللي عندهم بيجز وبيشتغلوا اونلاين؟ بصي، هو مبدئيا دلوقتي في عصر التحول الرقمي اللي احنا فيه والتطور التكنولوجي اللي احنا فيه، كله بقى بيتجه للتسويق الالكتروني عشان يبقى ليكي تواجد. لان انت خلاص لو انت لاحظتي كل فرد بيبقى ماسك على طول الموبايل 24 ساعه، رايح ياكل ماسك الموبايل، في الشغل ماسك الموبايل، فالموبايل او السوشيال ميديا هي الوسيله اللي بتجمع كل فئات المجتمع حرفيا. فلازم يكون ليكي تواجد على السوشيال ميديا، لان ده خلاص بقى يعني ده بقى الحاجه او المنصه اللي لما كل فئات المجتمع ولما كل الناس في مكان واحد ولما كل البلاد وكل الشعوب في مكان واحد. فلازم يبقى ليكي تواجد على السوشيال ميديا. طيب ليه احنا اصلا يعني نسكب حته ان احنا ممكن ما يبقاش لينا تواجد على السوشيال ميديا ونعتمد على البراند نيم بتاعنا ونلجأ للسوشيال ميديا لو احنا بنبيع حاجات اونلاين بس؟ لا، ده مش اصح حاجه. طب انا عايز اسالك سؤال. ناس كتيره تعتقد ان اول ما بنجيب سيره التسويق الالكتروني او اول ما نقول تسويق على السوشيال ميديا، يقول لك بقى ايه يعني كام كلمه وسبونسر اد، اعلان ممول، ونحطه على الفيسبوك وهو يشتغل بنفسه والواحد هيجيب لنا عملاء. ده اصحاب الشركات او الناس اللي لسه بتبدا مشروعها. فانا عايز اعرف التعريف الاشمل والاعم او الخطوات في ايجاز بسيط للسوشيال ميديا او التسويق على السوشيال ميديا. بص، التسويق على السوشيال ميديا هو نفس الكلام اللي انت بتعمله عادي في التسويق التقليدي اللي على التلفزيون او في الجرايد، بس انت بتحطه في مكانه اللي هو على البلاتفورم. بيفرشني يا انجي، يعني مثلا انا بعمل اعلان في التلفزيون، هل زي ما هعمل اعلان على منصات التواصل الاجتماعي؟ لا، الفكره واحده، بس التكنيكال هنا غير هنا، المميزات هنا غير هنا. يعني لو قلنا اعلان في التي في، الاعلان في التي في كل فئات المجتمع بتشوفه، صح؟ لكن انا لو عايزه ابيع منتج او ابيع سي مثلا حاجات ريليتد بالالماز والمجوهرات، انت لو عرضتيه على التلفزيون كل فئات المجتمع هتشوفه. في ناس عندها قدره على الشراء، في ناس ما عندهاش القدره، في ناس مش من اهتماماتها المجوهرات، وهكذا. لكن في السوشيال ميديا بيتيح لك حته في السيتنجز اللي انت تحددي مين اللي يشوف الاعلان ومين اللي عنده القدره ان هو يشتري منك المنتج او ياخد منك الخدمه، فده بيوفر لك طبعا فلوس، لان انت بتحددي مين اللي هياخد منك المنتج ويشوف الاعلان ويشتري. فانت عارفه ان فلوسك هي تدفعي 1000 جنيه هيجي لك 10000 جنيه من الاعلان. فالموضوع بيبقى سبيسيفيك اكتر يعني. طب انا عايز انجي، عايز برضو ايه اوصل معاكي لنقطه مهمه جدا. يعني فضل. عايز اعرف امتى مثلا ان انا المفروض اعمل براندنج، المفروض اعمل اويرنس، المفروض اعمل سيلز. لما اجي مثلا اشتغل على السوشيال ميديا بتاعتي، اهميه الفيديوز اللي بنزلها، اهميه الديزاين اللي المفروض انزلها، ايه الحاجات اللي احنا دلوقتي بنتوجه، او الناس اللي بتسمعنا هم اصحاب الشركات الناشئه او اصحاب المشاريع الصغيره اللي شغالين من البيت. فنصايحك ليهم بقى ان هم يبداوا ازاي، ان هو مش مجرد
بوست على الفيسبوك وخلاص. لا بص، هو مش مجرد زي ما حضرتك ذكرت، هو مش مجرد بوست على الفيسبوك، لازم يكون عندك البراند ايدنتيتي بتاعتك، الهويه البصريه، اللوجو يبقى بيعبر عن المنتج اللي انت بتقدمه، البراند نيم برضو يكون كاتشي، حاجه كاتشي للكلاينت، الكالرز، الكالر ايدنتيتي، برضو في حاجه اسمها السايكولوجي بتاعت الكالر، يعني كل لون ليه معنى معين. يعني زي مثلا الاخضر اللي بيستخدم في منتجات البن، يعني في براند شهير للكافي والكلام ده كله، هو مقاطعة مش هنجيب سيرته، بيستخدموا اللون الأخضر لأن هو بيوحي بالطبيعة وإن البن جاي من الطبيعة وهكذا. فحتى لازم البزنس أونر وهم بيعملوا البراند ايدنتيتي يركزوا على السايكولوجي بتاعت الكالرز، السايكولوجي بتاعت الشيب اللي بيستخدموها في البراند ايدنتيتي، عشان يبتدوا بداية صحيحة للشريحة اللي هم بيتارجتوها بيستهدفوها بالظبط كده. طيب شايفة من وجهة نظرك يعني العلمية ان ايه اكتر المنصات اللي بتجيب او كلاينت كلاينتس اكتر، عملاء اكتر، تفاعل اكبر؟ يعني هل مثلا كل المنصات لازم اعمل عليها نفس الاعلان بنفس السبونسر او نفس الادز، ولا اتجه لحاجات معينه لو انا لسه بادئه مشروع؟ بصي دي بوينت مهمه جدا، مش كل المنصات بتجيب عملاء، على حسب المنتج اللي حضرتك بتقدميه الجمهور بتاعه موجود فين. يعني مثلا لو قلنا حاجات ريليتد بالفاشن هتتجه اكتر للانستجرام. بس خليني اني اقول لك حاجه، يعني مشهور قوي ان الفيسبوك هو اكتر ريتش على الفيسبوك، اكتر ناس بتلاقيها موجوده على الفيسبوك هو اللي بيجيب اكتر مشاهدات واكتر كاستمرز واكتر كده الكلام. كان زمان، دلوقتي يعني دايما مشهور ان الانستجرام بيقولوا ان الانستجرام مش بيجيب قوي مشاهدات وبيجيب قوي تفاعل وكده زي الفيسبوك. على حسب هل ده برضو في البيزنس؟ لا، يعني في البيزنس حاجه تانية خالص. يعني البوينت اللي حضرتك ذكرتيها ممكن للناس اللي بتعمل فيديوز مثلا مش مفيده قوي، يعني في ناس تتصورك وهي بتاكل كده ساعتين ثلاثه كده، فبيجيبوا مشاهدات طبعا وبيلجأوا ليه للفيسبوك، لان الفيسبوك بيديكي فلوس على حسب عدد الساعات والمشاهدات اللي بتجيب من خلال الفيديو. لكن هنتكلم، انا بتكلم طبعا على حته البيزنس والشركات الناشئه والستارت اب بيزنس كده، على حسب السوق اللي انت بتتارجتيه، الكلاينت بتاعك مين. لان السوق السعودي مثلا هتلاقي الكلاينت بتوعه على سناب شات، تيك توك، وتويتر مثلا. لو السوق المصري احنا موجودين في كل المنصات، بس على حسب المنتج، انت فاشن انستجرام، حاجات ريليتد بالعقارات ريل استيت نتجه اكتر للفيسبوك. فلازم الشخص الاول او البيزنس اونر او الكلاينت يعرف هو الجمهور بتاعه موجود فين، عشان بناء عليه نعمله الحملات الاعلانيه يعرف يروح له. طيب انجي هسالك سؤال مهم جدا وهو يعني برضه مثير للجدل، تيك توك، هل اللي هي المفارقه ما بين تيك توك البرنامج في اعتقاد بعض الناس المبتذل اللي هو بيبقى عليه حاجات خارجه او عليه حاجات زي ما قالت نهاد هابطه، وما بين الجانب الثاني، وانا بالنسبه لي هو سلاح ذو حدين، لان الالجوريزم في منتهى الذكاء وممكن ان هو يعمل براندنج لحد من لا شيء من غير ما يدفع جنيه واحد. دي حقيقه. فازاي بقى اصحاب الشركات او اصحاب البيزنس يستغلوا الالجوريزم دي لصالحهم من غير ما يروحوا للابتذال؟ بص، هو الابتذال للاسف بقى موجود على السوشيال ميديا، مش هو ده اللي بيجيب الريتش. هو ده اللي بيجيب الريتش. والصراحه يعني انا مش يعني حاجه يعني مش بتدي اي جدوى للشخص الصراحه، غير ان هو بيقلل من قيمته، ده من وجهه نظري. طيب اصحاب البيزنس لما باجي امسك الماركتنج الشركه او كده، بيبقوا عايزين يعملوا الافكار الهابطه دي صراحه، فبحس ان هو لا، انت بتقلل من الفاليو بتاعتك قدام الكلاينت، من الايمج ومن الفاليو. حاجه مش حلوه ان احنا نطلع نرقص ونعمل تيك توك مثلا لبزنس اونر مثلا، موضوع مش الطف حاجه، فاهماني؟ هشتري منك ازاي؟ مش الطف حاجه، يعني مثلا انا هشتري منك، انت ما انتش ناظر المدرسه بتاعي، فانت اهم حاجه ان انت قدرت توصل لي بطريقتي، مش لازم توصل لي بطريقتك انت. ما هو ده على حسب المنتج بقى اللي انت بتقدمه بالظبط. يعني انت بتقدم ايه؟ انت لو مثلا بتقدم حاجات يعني الكلاس بتاعها سي مثلا ايه، واليوم تفكير معين، فلازم تظهر بالايمج دي عشان الشخص يتراسي. قبل ما اختم عاوزاكي تقولي 1 2 3 4 5 ستيبس لاي حد بيبتدي البزنس بتاعه يماركت ليه ازاي سريعا جدا.
اوكي، هو بدايه لازم يعمل ماركتنج بلان، لازم يعمل خطه تسويقيه كويسه، يدرس المنافسين بتوعه علشان يعرف يعني يعديهم شويه، يعمل ماركتنج ريسيرش كويس، يدرس السوق، السوق ده محتاج الخدمه اللي هو بيقدمها او محتاج البرودكت اللي هو بيقدمه ولا لا، ويبتدي يفهم دماغ العميل اللي هو هياخد منه المنتج او الخدمه بتاعته، علشان يعرف يتكلم بطريقه الشريحه اللي هو بيخاطبها، ويعرف يستهدفهم في حملاتهم الاعلانيه، فبالتالي يحقق مبيعات. يعني انجي مصطفى محاضر ومدرب في التسويق الالكتروني. شكرا. احنا استفدنا منك جدا. ميرسي. وبتهيألي انت عرفت هبيع تي شيرت ازاي. بتهيألي مفيش ابسط من كده. انا هبيع دلوقتي. خلص البرنامج وهنبيع. احنا نشكرك جدا. ميرسي. جدا لانجي. شكرا مصطفى. ميرسي. فقرتنا خلصت. فقرتنا، نطلع بقى فاصل ونرجع عشان نكمل باقي فقراتنا مره ثانيه.